الحمد لله تهنئة الكفار بأعيادهم أمر محرم لأن في ذلك الإقرار بباطلهم وحتى لو هنؤون بأعيادنا لا نبادلهم ذلك أولا لأننا على حق إذا هنؤون به وهم على باطل كيف نهنئون به ثم إن التهنئة بالأعياد ليست مثل التهنئة بالمولود الجديد والبيت الجديد والترقية في الوظيفة هذه تانية بأمور دنيوية ممكن للكافر غير المحارب لكن الأعياد قضية دين و عقيدة لا يجوز أن نهنئهم بها